لكل زمن بلبنان كلينكته الخاصة. والكلكنة ما بلشت مع الكلينك. خلونا نراجع بآخر كم سنة أو آخر عقد بلبنان بعض الكليبات اللي أثارت ضجة عند الرأي العام. ليك كل فيديو كليب بتوزي كلينكس لتحضره فيك تقول عنه كلينك. القصة كلها بلشت لما هيفا قررت تبوس الواوا. ليك كان في ولد ما في ولد يمي. بس انه واوا للولد انه واوا غير ما غير بعد ما شافوا هيفا والواوا صار كلهم بدو النانا الله على زمن الفن عندي كليب كمان انفرادي كتير حلو نانا عندي اياه هلا بعت لك اياه كليب انفرادي ايه كلنا حضرناه بعتقد انا حتى انا يعني انفرادنا فيه كتير وصار كله أكيد يحضر كليبات ويلعب مثل ماريا هيدي منا لا مان ومش كمان حليب وما حليب حليب لما عمل لك هيك شو بتفكر جنس؟ لا بقرف وصولاً لأول فنانة استعراصية وكانت يعني بلا بلاستيك بلا شيء أنا دانا أنا دانبر فتح عينك؟ تاكل ملبن الله في شيء عم بدق فيه مان فيز قال لي انه هذا الالم تبع اوكي بس لاحظت كيف مان لك ابروها للكلينك ابروها للكلينك على لي كان في كلمات انه حتدلع ويبصبص لي كان في قصه في بلوت جول فوت لي جول فوت لي جول هي بتعرف ايمو الايام لانه الغنيه من جوا ما القصه مش واصله لمحل هي بس كمان ما بدنا ننسى مروه صاحبه الصوت الماسي الماسي قصدي يعني من دايموندز والحضور القاسي ها صوت الماسي والحضور القاسي مروة يا عيني اكيد ما في نوصل الا يعني نوصل على حقبه دومينيك حوراني الفرفوره هون بلشت تنزل الحقبه سوري هون يعني بلشت مش صح مش صح اسمع مش صح عشرة عشرين ألف دولار إذا بدك 15 هيك أحلى الغنية طيب نوصل للفنانة قمر اللي رفعت مستوى التحدي رفعت كتير سلام فيني اقول شغله تفضل قد ايه كلهم هيك حلوين وكذا بس هيفا بمحل ثاني مان هيفا بتضل هيفا ثاني نحن بنوجه لها تحيه يعني بدنا نقول انه من بين عشرة في وحده هيفا مش هيك ما فيها ترجع تعملوا كلهم يصيروا مثل هيفا لا زمطت وحده وهيك صارت وبالعكس عملت اوكي لك مالك مكتبي مالك مكتبي اللي دائما بيلاقي ظواهر غريبه لقى ظاهره لاراكي بعد
بيتحشك دحش، يعني هي كلمة دحش كتير كمان فنية لأنه مش نازلة. شاب ولا بنت هي؟ هي ما لا لا ما بنعرف. يعني لاحظنا كيف الفيديو كليبات بلش، يعني بلشت تنزل من وقت دومينيك تا لارا كي صارت $50. رولا يموت هون، رولا يموت أكيد اللي تبعت نفس تكتيك أختها هيفا، لا ما أبدا ما تبعت نفس التكتيك، بس نجحت بغنية كتير كانت كرياتيف فيها، قالت بدي أعمل مش مثل أختي أنا هيفا، أنا لا لا ما بدي أعمل أنا رولا أنا أنا رولا وأكيد ختامة مسك مع النجمة اللي طيزة بتهز بلد The one and only Ladies and gentlemen مريم كلينج. Give it up for مريم كلينج. أنا لكلينج بحب غني، أنا لكلينج عم بقدم فني. برافو. أكيد مع هذا التطور الموسيقي مع فيديو كليبات فرجيناكم تاريخ فن العهر بلبنان اللي أكيد البعض فخورين فيه، بس بكم تسألوا حالكم ليه؟ ليه صرنا هون؟ احنا مش ضد البورنو، بس مع البورنو الحلو.